الحالات التحكيمية مع الخبير التحكيمي للقنوات الرياضية السعودية الكابتن علي مطلق. شكل اليوم في حالات كثير، حالات ساخنة. والله في حالات، بسم الله الرحمن الرحيم، في حالات طبعا. نبدأ مباراة الأهلي والهلال. الأهلي والهلال ما في مباراة ما تخلو من الحالات، ولكن في حالات أحيانا تكون مؤثرة وحالات تكون يعني غير مؤثرة في المباراة. أتمنى إن شاء الله نعرض اللقطات وتكون واضحة للجميع. طيب كم عندنا حالة؟ تقريبا مجمل المباراتين 14 حالة. 14 حالة. طيب المباراة الأولى كم فيها حالة؟ مباراة الأهلي والهلال فيها 8 حالات. 8 حالات. طيب نشاهد الحالة الأولى مشاهدينا الكرام. طبعا طاقم تحكيم اللي هو بتغالي في قيادة المباراة، وحكم رابع اللي هو عبد الرحمن الكعبي. شاهد اللي هو إجراء القرعة بين الفريقين. أول حالة في المباراة طبعا في الدقيقة 5 تقريبا. طبعا الحكم أعلن المخالفة في الدقيقة 5 لصالح فريق الأهلي، وشاهد صحة المخالفة. هل وجود مخالفة؟ طبعا هنا الكابتن عماد في تنافس بينه وبين لاعب الهلال الان هنا، ولكن بدون قصد، ما في يعني ما تستوجب المخالفه هنا. طبعا مخالفه احتسبها الحكم واشر بطاقه صفراء. انا ما تستوجب المخالفه لا. ما تستوجب البطاقه؟ طب ما تستوجب لا المخالفه ولا بطاقه، طبعا ما فيها مخالفه اساسا. في تلامس؟ بس في تلامس كابتن. طبعا التلامس هذا، ولكن احتسبها المخالفه واشر بطاقه صفراء، انا وجهه نظري ان القرار خاطئ بالنسبه للحاله. طيب نشاهد الحاله الثانيه. دقيقة 27 إعلان الحكم المساعد عن التسلل، هل كان صحيح الإعلان المساعد الثاني؟ طبعا لحظة لعب الكرة لاعب الأهلي أقرب، شوف الخط وضح لنا الآن، أقرب إلى مرمى المنافس. طبعا الإعلان قرار صحيح من الحكم المساعد الثاني. شاهد الحالة اللي بدقيقة 38، طبعا هذه أعلنها الحكم المساعد على الكابتن ماجد المرشدي. طبعا هجمه واعده تعتبر من الهجمات الواعده للقرار السليم باشهار البطاقه الصفراء. اذا الحكم والحكم المساعد اعلن المخالفه صحيحه واشهار البطاقه قرار سليم من الحكام. وشاهد الان هنا، هنا طبعا المخالف، هنا الحكم امر باستمراريه اللعب، ولكن قبل اللي هو قبل منطقه الجزاء نشاهد هل ارتكب اللاعب مخالفه. طبعا هنا في مخالفه، هنا في مخالفه قبل اللي هو القوس او قبل دخول اللاعبين الى منطقه الجزاء، ولكن الحكم امر باستمراريه اللعب، افترض على الحكم العوده الى المخالفه السابقه واحتساب مخالفه خارج منطقه الجزاء. المسك المسك نعم هنا مسك. شوف هنا مسك من اللاعب الاهلي على القوس على الكابتن هنا نواف العابد هنا خارج منطقه الجزاء، ولكن طبعا اللاعب سقط داخل منطقه الجزاء، ولكن المخالفه مفترض الحكم يحتسبها خارج منطقه الجزاء، يعني قرار خاطئ. قرار خاطئ، والحكم امر باستمراريه اللعب لم يحتسب اي مخالفه، هذا قرار خاطئ من حكم المباراه. جميل. نشاهد الحاله الخامسه مشاهدينا الكرام. هذه طبعا الحاله اللي نشاهد الحاله اللي بعدها طبعا بدقيقه 72 اعلن الحكم عن مخالفه صحيحه. هنا طبعا على الكابتن اسامه، هنا دخول على الكابتن فكر، هنا طبعا دخول بتهور، هنا قرار سليم من الحكم على اللاعب الهلال الكابتن اسامه واشار بطاقه الصفراء قرار سليم للتهور. طيب نشوف الحاله السادسه. يعني حتى الان يعني قرارين خاطئين يعني فقط. نعم نشاهد الان طبعا هنا الحاله احنا جبنا التوضيح طبعا سبقها اللي هو مخالفة مفترض الحكم يعلن عن المخالفة ويشير بطاقة الصفراء، ولكن الحكم لم يشير بطاقة كامل. الآن هنا أشهر البطاقة، هل هو الاعتراض هو التنافس بين اللعيبة، ولكن مفترض الحكم يشيرها في بدايتها. طبعا هنا سقوط لاعبين، لعبة الكرة شكل يعني اللي نشاهده الآن، هل طيب لمس الكرة باليد؟ نعيد اللقطة. نعم لا هي تستمر وتجينا في الإعادة كابتن فهد. طيب سمينا. طبعا هنا المسافه بين اللاعبين طبعا قريبه، والكره هنا طبعا في تنافس بين اللعيبه، لعبت الكره بشكل صحيح واصطدمت باللاعب من الخلف في يد في يد اللاعب هنا. نعم طبعا هنا الكره طبعا لا اللاعب لم يتعمد لعب الكره باليد، اذا القرار السليم من الحكم استمراريه اللعب قرار سليم، لا وجود للمخالفه، حتى اللاعب اصطدمت فيه من الخلف وليس لا. من الامام. طيب معلش بس يرجعون سلطان تعطينا الصوره مره اخرى بس اللقطة الأخيرة، لأن هناك من يقول بأن طبعا لمست نعم لمست الكرة بيدين
اللاعب اليسار واليمين نشوفها الان نشاهد الان الكره في وضعها الطبيعي الان هنا اللي لعبها اللاعب الاهلي في اللي في الخلف اللي سقط على الارض اللاعب اللي لمس الكره وجهه داخل الملعب للأمام. لذلك لم يشاهد اللعبه ولم يتعمد لعب الكره بهالحال حتى لو اصطدمت في الذراع اليمين او اليسار اذا هنا الاستمراريه للعبه هو القرار السليم من حكم المباراه ولا وجود لمخالفه هنا وجود له سرعه الكره وقربها اذا استمراريه اللعب قرار سليم طيب ممكن هنا يكون اوضح ممكن هنا يكون اوضح هنا طب بس اللاعب الان طيب رقم 10 طيب هذه الكره طبعا الان يعني وجه اللاعب يعني للكره وجه اللاعب الان وجه فين ليش الكره استاذ فهد احنا ما نحللها وجه اللاعب الان اللاعب الان سقط الان على الارض هنا لا لم يتحكم لا يقدر يتحكم في نفسه لو شفت اتجاه الكره مع سقوط يد اللاعب طبعا انت تشوف الان ان اللاعب كان يصد الكره الان شوف الان شوف الان شوف الان اللاعب وين الاتجاه داخل الملعب هل انتم تشوفونه من الزاويه هذه والكره ملعوبه من الكابتن عيسى المحياني ومرتده من اللاعب الخلفي من الخلف هي البدايه كان فيها لمس الخلف. هنا فيها لمس ولكن بدون تعمد انا اقول لك استاذ بدون تعمد الان ان نشاهد اللقطه الان اللاعب وضع اللي هو يده على الارض مع وجود الكره ولمس الكره بالذراع اليسار ولكن اين اتجاه اللاعب؟ هنا اتجاه اللاعب يعفيه انه من التعمد في لمس الكره هنا طبعا انتم احنا جبناها بالزاويه اللي تكلمنا فيها اللي تكلمنا فيها لكن بدايتها ما كانت يعني بالطريقه هذه بدايتها كانت ان الكره امام اللاعب يعني يشاهدها اللاعب طبعا انا ما اتكلم يعني هنا وجهه نظر للتوضيح للتوضيح نعم فقط ما في مشكله انا تكلمنا عن اللقطه اللي جت الاخيره هذه طبعا اللقطه هذه وضحت لنا من الامام والكره اصطدمت في المدافع اللي ساقط على الخلف على الارض واصطدمت باللاعب اللي وجهه داخل الملعب اذا يعني قرار سليم. سليم يعني لو فيها ركله جزاء قلنا فيها ركله جزاء ولكن جميل طيب. اتجاه الاتجاه اللاعب خدمه فيها الحاله طيب واتجاه برنامج الملعب للحاله السابعه نشاهد الحالة السابعة نشاهد الكرة هذه طبعا تم إعلان عن تسلل نشاهد الحالة هنا بشكل واضح الحكم أعلن عن تسلل الحكم المساعد لحظة لعب الكرة هنا جاهز لحظة لعب الكرة كان يقف اللاعبين في موقف سليم لاعبي الهلال اللي هو في المنتصف طبعا اللاعب الاهلي القريب هنا اقرب الى مرمى هنا لعبت الكره من اللاعب اللي يقف في موقف سليم طبعا في الكابتن ماجد يقف في موقف تسلل ولكن هل تداخل باللعبه لم يتداخل باللعبه طبعا لاعب الاهلي هو والمدافع هو من نجح في لو لعب الكره بالراس طب الحكم احتسبها خطا ام حاله تسلل لو الحكم احتسبها عن خطا قلت قرار صحيح ولكن الحكم اعلن عن التسلل في هالحاله قرار الحكم المساعد خطا يعتبر ان اللاعب اللي هو كابتن ماجد متسلل ولذلك الحكم المساعد اعلن عن خطا طيب ممكن خاطئ. طيب ممكن يكون الحكم رجل او رجل الخط هو احتسبها لانه خطا حصل داخل الصندوق انا افسر لك الحاله التحكيميه عشان يصير فاهم لو كان الخطا محسوب على 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 اللاعب لما رفع ذراعه الحكم لوجود الركله الحره غير مباشره ووجود التسلل المخالف الخطا من الاخطاء العشره لا يمكن ان الحكم يرفع اليد طبعا لا اي من الذراعين لذلك الان هو اعلن عن التسلل في مصطلح التحكيم واضح ان الحاله تسلل وليس يعني في حاله نعم. نعيد اللقطه عشان توضح لان هذه فيها جدل عشان توضح لنا بس معليش لو اخذنا جزء من البرنامج اوكي ما عندي مشكله لان بالتاكيد هناك من يقول بانه راح يكون اثناء التنفيذ ما كان في تسلل اثناء التنفيذ الشلهوب يوم نفذ الكره نعم احنا نشاهد الان لو احنا نبغاها من لحظه التنفيذ الله لو بس الكاميرا الجانبيه سلطان اعطني من الكاميرا الجانبيه سلطان لو تكرمتوا يا شباب من الكاميرا الجانبيه عشان نشرحها بس للساده المشاهدين معليش يمكن عشان توضح بشكل واضح لان هناك راح يكون في جدل نعم. كبير على هذه اللقطه شوف حتى الحكم اشارت يده هنا لحظه لعب الكره ايوه هنا نشاهد لحظه لو تكرمت دقيقه سلطان هنا نشاهد اللاعب لاعب الاهلي القريب هنا اللي بجنب ماجد المرشدي القدم القدم اليسرى اقرب الى مرماه طبعا مغطي له لاعب الهلال اللي في الوسط هنا اللي هو كان اسامه هوساوي اللي هو اللي لعب الكره الان استمر بالكره استمر باللعب الان هنا لحظه لعب الكره خلاص ما عاد في صحيح ما في اي تسلل طبعا استمر ونشاهد المساعد الان مع اللعبه طبعا حتى الان طيب ما رفع حتى الان ما رفع الان بدا رفع الان استمر بدا بالاعلان طبعا هالاعلان هذا واضح في مصطلح التحكيم او المتعارف بالتحكيم ان رفع الرايه باستمرار اللي هو وجود عن تسلل
ولكن لو حرك الراية أو أشار بالراية بتحريك الراية يعني يكون هناك وجود مخالفة. طيب ليه تأخر؟ ليه تأخر؟ طبعاً تأخر. تأخر ملحوظ صحيح؟ تأخر نعم كثير تأخر لأن القراء هم تردد في الإعلان هو تردد جميل. في الإعلان لذلك أربكة في الإعلان ونتج عنها إلغاء هدف صحيح. لو الحالة على اللي هو احتساب خطأ أو مخالف على فريق الهلال نقول صحيح ولكن في الحالة تسلل قرار خاطئ من الحكم. طيب نشاهد الحالة الأخيرة. طبعا هذه اخر حاله وهذه اخر حاله احنا حطينا ختامه بالنسبه لمباراه طيب. الاهلي والهلال. طيب اذا كان طبعا هناك يعني هناك سبع حالات في هذه المباراه سبع حالات اخطا الحكم في قرارين. القرار المهم اللي اثر نعم اللي اثر نعم. طيب على فكره نعم. الحكم حسب الهدف احتسب الهدف الحكم وبعدين تراجع. طيب كم تعطيه من عشرة؟ بناء على قرار المساعد لا. كم ياخذ من عشرة؟ طبعا الحكم ما له علاقة أنا في بالنسبة للغاء الهدف عشان تكون في الصورة. الحكم ليس له علاقة ولكن يندرج تحت اللي هو القرار تأثير المباراة يستحق له 7.8 والمساعد 7 لأنه خطأ مؤثر في اللقطة الأخيرة هو جميل. يستحق له 7 طيب. فقط.